كلما مر عام أعلنت الأسماء التي فازت بالجائزة المسمات جائزة نوبل، برز اسم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وتساؤل عن أحقية أدبنا العربي عبر مؤلفاته القيمة في أخذ الجائزة. هل لمعالي الدكتور ما يقوله هنا؟ أنا أعتقد أن جائزة نوبل إلى أن تكون جائزة سياسية أقرب منها إلى أن تكون جائزة أدبية. نعم. فهي تمنح لمن تريد لجنة الجائزة أن ترضيه من الساسة. معالي الدكتور، مشاهدو تلفزيون المملكة العربية السعودية موطن الإسلام الأول يتساءلون عن أول مؤلفاتكم في الإسلاميات وعن آخرها، ومن هي الشخصية الإسلامية التي استهوتكم أكثر من غيرها؟ ما أول مؤلفاتي الإسلامية فكتاب على هامش السيرة. نعم. وآخرها مرآة الإسلام. نعم. وماذا؟ ومن هي الشخصية الإسلامية التي استهوتكم أكثر من غيرها؟ أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا عمر بن الخطاب. نعم. والثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. هذه هي الشخصيات التي أحببتها وما أزال أحبها.